تعلمون هذه السنة سيحتفي المغاربة برأسنا الأمازيغية لأول مرة بصفته يعني عيدا وطنيا مؤدعا، وذلك بعد البلاغ الملكي السامي القاضي بإقرار يعني هذه المناسبة كعيد وطني إسوة برأسنا الميلادية ورأسنا الهجرية. ميراجان بالشيخ دأب على الاحتفال بالسنة الأمازيغية منذ 10 سنوات، هذه الدورة العاشرة. ارتأينا بمناسبة يعني هذه المناسبة البلاغ الملكي السامي أن نختار تيمة المملكة المغربية 28 قرنا من نظام الأيقونة 28 قرنا من النظام الملكي بشمال إفريقيا، حتى نبرز يعني الدوافع التي جعلت المغاربة يتشبثون بالنظام الملكي، خصوصا وأنه الضامن الوحيد والأوحد لاستقرارهم السياسي والاجتماعي. ستكون هناك ندوة لمناقشة هذه المسألة بحضور ثلة من الأساتذة من أوروبا ومن المغرب، كما ستكون هناك قراءة لكتابين يوم غد إن شاء الله، يعني كتاب الزاوية الخمليشية ودورها في حرب الريف التحريرية من تأليف الدكتور نور الدين أخمليش الذي جاء إلينا من فرنسا، وكذلك قراءة في أول كتاب بأمازيغية صنهاجة أسرير من تأليف الدكتور عبد الله إقلا بعنوان أزض نووال. كما ستكون هناك ندوة دولية من تنظيم مجلة تدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية بعنوان الحقوق اللغوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمزارعي القنب الهندي، خصوصا وأن المغرب أقر تشريعا بمقتضاه يسمح لمزارعي أقاليم الحسيمة وشفشاون وتونات بزراعة القنب الهندي المشروع لأغراض صناعية وطبية. وسنختتم يعني يوم الأحد بورشة تكوينية لفائدة هؤلاء المزارعين. مهرجان بالشيخ أيضا هو فرصة لعرض يعني منتوجات أمازيغية، لعرض فولكلور أمازيغي صنهاجي منطقة ديال صنهاجة فولكلور الهيد، حضور شخصية بالشيخ التراثية، وأيضا عرض كتب أمازيغية وكذلك لوحات فنية لفنانين أمازيغ يعني ينحدرون من منطقة صنهاجة الريف ومن إقليم الحسيمة. كنشارك بجوج الأعمال ديالي في مهرجان بالشيخ للسنة الأمازيغية. اخترت في هذه السنة إن شاء الله باش يكون عندي الموضوع ديال اللوحة عبارة عن بورتري لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللوحة الثانية اللي هي عبارة كذلك عن بورتري لصاحب الجلالة والأمير مولاي الحسن. بالنسبة للوحة عبارة عن أسلوب الحروفية اللي هو عبارة عن مزيج من الحرف الأمازيغي تيفينا، مع قررت أنني خلط الحرف العربي مع الحرف الأمازيغي اللي كيشكلنا الهوية الوطنية ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا عبارة عن حرف اللي هو منقوش كاليغرافي أون غولييف اللي كتبريزونتي المنطقة ديال صنهاجة اللي كنتمي ليها. زين هنا باش نحيي واحد الذكرى ديال السنة الأمازيغية الجديدة وللسنة الهجرية كذلك، والناس ديال صنهاجة الريف كذلك حتى هما كيحيوا هاد الذكرى العزيزة عليهم، لأن هي نفس السنة كتصادف مع الحصاد، ولهذا كتكون فرحة فرحتين يعني كيقوموا بالأفراح والأهاجيز، وكيقوموا بالعديد من الوصلات القديمة اللي عزيزة على كل واحد، كل ريفي قح كتكون عزيزة عليه هاد الوصلة اللي كيقوم بها دائما، اللي هي من بثقة من واحد الشخصية اللي سموها واحد الشخصية الباشيخ اللي هي من التراث واللي بدات كتنضطر. الأوج الاختلاف ما بين باشيخ ديال صنهاجة هو أنه إنسان كيرمز للسلام المحب والمودة والرحمة، وكيتجسد هذا الشيء في الفرحة ديالو بأنه ما كيضرب ما كيدير حتى حاجة، بالعكس هو كيعطيه الهدايا والحلوى والقشقشة للأطفال كما شاهدتوا معنا.